السلام عليكم. وعليكم السلام. انا سمعت يا شيخ انا والدتي حافظه من القران وكده، بس هي لما بتيجي تكمل فروض ساعات بتفتحها قدامها، بس اللي هو ايه يعني لو نسيت حاجه بتبص عليها. لا الفروض، لا تجوز ولا لا الفروض، لا الفروض؟ لا. طيب معلش سؤال، هو الافضل في رمضان ان احنا يعني عدد ختمات كتير، ولا مثلا ختمه او ختمتين؟ لا الأفضل في رمضان أن تتدبري القرآن، لأن الله قال: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. تمام، شكرا يا شيخ، فالتدبر جزاك الله والتفاهم خير، أولى. الله يسلمك، الله يخليك. عليكم.